اخوان يعزون نزار سي طارق يجن فيديو توان سوجيت مجموعه من الفاعلين السياسيين سقسان طارق يحيى. السؤال بداية تحية الطاقم الموقع الرائد ناظور سيتي. السؤال اللي نوجه السيد رئيس مجلس البلدي طارق يحيى، من يقدم الجالية المغربية خلال الفترتين الولاية سواء السابقان أو الحالية، وهل الخروج الناس باغ اكزومبل نيض النهضة تصريح الناس ضد العامين إقليم الناظور ربدا الطريقه اللي تقيت من ما قرب الانتخابات، هل تسمى ماذا ذي جن التكتيكي تقيت كور من ما تقرب الانتخابات يتدف ذي السلطه المحليه تسمى ينشين بالنسبه كافراد الجاليه المغربيه نخزها بانه دكا غير بارئ خصوصا ذي الفتره الانتخابات؟ وشكرا للموقع الرائد نظر الانتخابيه يعذون يوعدنا سي طارق يحيى يوعدنا سجن الناظور الكبير. الناظور الكبير المناطق الخضراء الناس هنا نشان 15 هكتار كبري الناس كبري مبقاني نجري دشن ان شاء الله سبلين صار هذيك هذيك خبو علو هذيك المناطق المغنين نجري دشنيت الملك يوعدنا كلما يتعلق سجن تندين تمقرنت السني ينجح يد حرائز مجلس بلدي السني ونزريشا منظري هو النظر الكبير. بالعكس نظرة أسوأ مرحلة تسيير المجلس البلدي ذحى النظر لم تكمل تزوجت ونظري للحدائق ونظري بو إبريذن ونظري وديج نحاج السؤال ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سي طارق يحيى مساء الخير. نش كعضو المجلس البلدي لحد الآن مازال وفهمه الطريقة الأسس القانونية زي باش عامل بناء السوق المركزي الرأي العام يتسمى سوق الببوش شازوغ ذي المحاضر المجلس إلى آخره وفي غنيج المقرر السوار بأنه ذي المصادقة والموافقة في البناء باستثناء جملة السوار في الموافقة المبدئية وبالتالي نش سؤال أزقم يتجغ ذي يحيروني تمنيغ هذه الجواب ذي المواطنين أسنت شارح إن شاء الله من ديني. شكرا. أحمد الماحوتي منسك التجمع الوطني للأحرار إقليم الناظور متتبع للحركة السياسية والحزبية بإقليم الناظور وخاصة ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة. السؤال لطارق يحيى، لماذا تريد هذه السنة أو هذه المرة أن تنسحب من المعركة السياسية وذلك بعدم ترشحك لبلدية الناظور؟ أرجو أن تكون الأسباب مقنعة حتى لا تترشح، وأنا شخصيا ألتمس بل أترجى أن تعود للانتخابات حتى تغلق الأبواب على بعض المتنافسين عن البلدية. طارق فاعل سياسي وفاعل جمعوي متبع للشأن المحلي بالنظر. السؤال غو جغنها إذا الرئيس طارق يحيى قارس من يوض المشروع نيد الشن صاحب الجلالة يتوى يتعلقن زي المحطة الطرقية يتوى غيقن دي جيتنين شارع تومعطيش ما ذي نشانس جديد خاص ما ثم هنين ثم المهم نعزو نجاوب خ المحطة ني من جديد ني. السلام عليكم سي طارق. ممكن نزرى أسئلة المجموعة من الفاعلين السياسيين يسقسان سن ما ممكن نغزو بالخاص الفاعلين السياسيين المواطنين كان زمان يلا. بالنسبه السؤال اسقسيه مزوان تقسى المجلس البلدي الجاليه المجلس البلدي وتقبو يشان فئه معينه المجلس البلدي يخدم الساكنه النظر
زي سنين يخرق من الخارج، زي سنين يخدم من الخارج، ني يخدم من دا شمين رغيت هنا الخدمات ونقدم فين المواطنين بصفة عامة. الجالية انت يمكن مشاكل خاصة يغسك كمجلس اك بعض الملفات التعمير اساسا ملي نمشي 90 دينيه المشاكل اللي كنغاس نتاعتي نمشي مين نحاول انك باش نعاون شويه اذا نصح ذي الاتجاهات الولايات الاختيارات يتقن بالنسبه من غاز نهاري غاس نمشي العقار نهاري غايك نمشي المشروع ضحن باش نوتف المشاكل ديال الاداره هاد السنين ماني غاصغن ذي لي تيتر ذي لي لوتيسمون هاد المسائل باش تفيد بنادم وذني الشمذبو وذني الشمذبو تسمى نمشي المضاربو العقاريين وذني الشمذبو شادي الى عمليه يعني. دونك هاد لي تيتر وهاد الخدمات تقدم بالنسبه الى التعمير اسقسي جاوز ثاني الناس مين ميمي سي طريق يتسكر نيغي يخرق شان يمكن العامل ياك تما يتاف دي 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 السلطه هذه اللي ونفس الاستراتيجيه ارغى قرب الانتخابات شق اللي غوما تجيني بان مره المشاكل اللي يواجهن اك السلطه وقعت وتجيبوا لي خارج الفتره الانتخابات خارج فتره الانتخابات خارج تما اللي قبر ولكن اكثر بالنسبه للجواب غير ما كنش وطر شخشه وبانه مش نهاره مهاري ديك الشغريه هو هو تجيبو باش هذا رشح الانتخابات دونك وغاسبو وهذه البوشه العلاقه جار ترش اذا جار ترشيح ولا عدم الترشيح اك 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 الملفيه نوينا كنا اللي واجهناك السلطه اسقسيو اثنين الحكيم شمولان نظر الكبرى نظر الكبير بانه 15 هكتار الحدائق مع الراضي فراغ بانه طريق قرب النغ الاسواق المسائل مش يمكن الجواب نوع ديري قصير سي شمولان يمكن خصها يحضر شويه في الدورات المجلس هذه قرب شويه غير الاداره اللي سقسى بعدا نخدم اغسل المعلومات قبر يغا يسورني غا هذه 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 واجه بعض مشاريع المجلس نزي السيد ينشين عمص وغنغديوسي سقسى بعدا خش المعلومات معلومات يقار مرة خطيئة النوضة الكبرى موجودة تخرق وثجة تحضر في الدورات الناس بعدها غن مشروع النقل الحضاري اسمتو الدليل بالنسبة للجرادي خي السوار نشي نهارة اتفاقية مشروع اتوغى نغضى مقران قد تحققي نهارة اخل كورنيش اك الوكالة مارتشيكا مرة الحضائقي اني خسيتو خلا كورنيش مرة وجي عدون 15 كتار وإن شاء الله نتمنى الشغرنا اليماني بالنسبة إلى المطار وبالنسبة وين أذرار بوبلاو قال نقسية جي كبر وين في المنطقة جبال بوبلاو قارة حاربي مني أزيد من 30 كتار ثم مرة نقس تسمى نقس رحيل ونبلعيد باش اديري عاود يجن 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 الجاردان تاع مقران بالنسبه لي تاني دونك نش طرحه بالزيت المجلس ادي ارقب شويه خل المعلومات الحقيقيه السؤال والثلاثه وغث العضو ديال المجلس في صلاح العبودي قال السوق ما يطلق عليه سوق البوش يبنى دون سند قانوني قلنا شو ازوغ انت السيده مطلع يزخ المحاضر ويوفي اي محاضر خو مع الاسف المشكل بيني في بعض الاعضاء وحتى الهود الاجتماع تمر يمكن الدليل زرين اخر استدعاء الدور الدوره عادي قالوا غير اربعه دورات عموا اربعه الاجتماعات اي نوا وذا يصح طاربو مره
خصكو راه مورا نستدعاو سنين بكل احترام. الاجتماع مالي نسور تفاصيل المشروع هي اللجنة المالية. كل مشروع هي يتهم نساعدو في كمر بالتفاصيل سبلان وثم المسائل في اللجنة المالية. وكما العادة واحتربوا الأعضاء. لذلك حتى بجميع اللجان بجميع الدورات يمكن غسيرين المعلومات. ما هو حطار خواص وازمات غسيرين المعلومات. وذي اللجنة اللي قادين محضر اللجنة من مما يخص الأستاذ حفيظ سقسى هذه توارى بأنه قد سيور دينين ساعدوا التفاصيل المشروع مش غيرين. والسؤال الرابع تغذن سيد محوتي بسبب عدم الترشح. زعما بكل احترام السي محدو جنسية تحترم فتاس تغذن بكل والدينه ومرحبه وعشا خطاس أنا تغيظة مزيان مش تشكاخ زعما خل دعوة مينا لابد من الترشح. ولكن نهارا نش غير ظروف شخصية جعل بأنه أرزو غد بلعه يجن فترة أتبلعه وإن شاء الله ذي المستقبل يمكن أرغم أن سعدو يجن مرحلة الاستراحة أن توارى الشغرية سيجن نظرات وإذا مرخو ميتيري وكفارر وجيبو مشاو تسمى ميتيري شوية غبارة شو أخدمني يمكن إن شاء الله يمكن ذي رغنو الرغبة الرجوع السياسة وجي نقضى عرايات بصفة نهائية بالمستقبل. السؤال الخامس تغذ حول المحطة الطرقية في أقل من 2 مينوت لأنه كم غالي 3 مينوت محطة طرقية مشروعية رمي دوسي غنشكا رئيس مجلس بلدي تسمى تغي خرق تغي دتشينس يوجد نشئي وضغط على حار تغي الشغني كوشي خرق المشكل النسويني يعني هي فهم مرض أني ماني تغي خصنا ذلك المشروع الخواص وذي السودري تسمى ثبنا. ثانيا الموارد المالية يزيغا إغابنا المشروع أن يتغوّد جانت لحد الساعة لكن مش المشروعية تقصي خاص ورنش الموارد المالية ثمار فيها يتغى قدم من المالك نخص بيني ماني جان يزي تغوّد جانت ما دشنيج المشروع أنا منشين وهمي سبيني أنت المالك مش واحد اخش دي تشيل من العين شتو تسمى وجين واحد اخش تسمى حضاغ دي الحفله ولكن واش قدم مقبول ماني كنش قدم شي مشروع هنا يقدمني في الوزير التجهيز سي غلاب ويقدمني في السي الودغيري المدير الشركه الوطنيه للوجستيكيه منين نقدم السنين اما ناش عرض خفيف باش نقدمه ولكن فرضغ تسمى رفض الأمر أمر بصفة قاطعة مغار وزمار قدم المالك مشروع تسمى وغرغبو ضوابط تسمى وجي ضوابط تسمى وغرغبو المسائل مضبوطة ثمرت والو ثمين عاشين والو ومشي سخاني يجي المشروع يعني قيم المشروع عني ومشروع عموخ حبر على ورق قدم نيجي المشروع طوغا عدوية تسمى غير مجهز لحد الساعة قرار عديت.